انسى المليون حط المسامح كريم واعتذر يا لبناني عن هفوات المسؤولين من قلب الجورة اللي نحنا فيها قاعدين ما حنخلي ولا صاحب قلنا اصلا ما عايزين شو هيدا الموضة حدا يفسر لي يا خيي الحكي بالاعلام بده شوية مسؤولية شي ضد الامارات شي بيهاجم السعودية قسم بيكره ايران والدولة الامريكية انا زلمة بسيط عالاراضي اللبنانية قبل ما فكر بعمق السياسة الدولية بدي فكر بحالي بحقوق الطبيعية لي لو كانت موجودة ما هاجروا بكمية اصحاب اللي بيشتغلوا بالبلدان الخليجية يلي بعد كل تصريح بتصير اعصابهم مهرية قبل التنظير عالسياسة هالبلدان تعو نحط هالطاقة حتى نحسن بلبنان ما تسأل ليه لبنان واقف بيضلو محلو بمصايب غرقان وبدو يربي العالم كله بدنا نحرر أمريكا من الأمريكان بدنا نشتري مشاكل نحنا وغرقانين بالدين بدنا نقاضي على العرب بدنا نواجه كل الأمة بكل شي عنا رأي إلا بالقصص المهمة قاضيين عم نعتذر بالدور من كل الناس بدل ما نضل نعتذر ما نغلط من الأساس بشتغل حتى أقبض تأقدر عبي بنزين وارجع روح عالشغلة هودي هن هيك صرنا عايشين لبنان على العتمة والشتوية بالتقنين حاسس حالي بعصر الحجري بها العنوين هالدول سعادتنا بس حكامنا سرقين وحكامنا مؤلفين من نواب منتخبين وحتى لو ما حبينا نعترف بهيدي الحالة مش من حقنا بقى نحكي العالم بتعالي ولو النية صافية الأفعال ناقصين شو فرقة معي احكي لك باقتصاد الصين ونحنا دنغير دولاب من ضل شهرين مديونين خلينا نفكر هون بقى ونبلش تحسين نترك الإيرانية نترك الأمريكان نترك الأوروبية خي نترك الخلجان وحاجة نكبر راس بقى ونزيد المقاس الإنسان البلد بكرسي ما بيحاضر بالسياسة لتحضر كل برامج الـ LBCI زورنا وانا على www.lbcgroup.tv